مشروع مجتمعي تبنته مؤسسة دوار للفنون والتنمية في مصر لخلق فرصة عمل مناسبة للاجئات للعيش منها بمشاركة نساء سوريات ومصريات وسودانيات، وفي الوقت نفسه تقدم خدمات لسكان المنطقة من خلال تعليم السيدات فنون الطهي ودورات تدريبية في التغذية بالمجان. لنتابع. مطبخ صغير تقف بداخله أكثر من 11 سيدة من جنسيات مختلفة، سوريات ومصريات وسودانيات، جميعهن مررن بظروف صعبة انتهت بهن إلى ذلك المكان البسيط لتقديم أصناف متعددة من الأطباق بمبادرة مجتمعية تقدمها مؤسسة دوار للفنون والتنمية، والتي من ضمن أهدافها تقديم فرص عمل ودورات مجانية بالطهي والدعم المجتمعي والنفسي للاجئين. مديرة تطوير العمل في مطبخ دوار ندى الشاذلي نوهت أن المشروع هو فرصة للدمج المجتمعي، وتم إنشاء المطبخ لتوفير فرص عمل لاجئات وتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها النسوة. عزبة خير الله منطقة عشوائية، تاني أكبر منطقة عشوائية في القاهرة، الفرص العمل المتاحة فيها بشكل أساسي للرجالة من خلال ورش إعادة تدوير الأخشاب والحديد، لكن السيدات هنا ما عندهاش فرصها محدودة أوي في التدريب وفي التوظيف من خلال يعني عدد معين أوي من جمعيات اللي بتشتغل. فقلنا ان احنا لو وجدنا المشروع ده هنا في عزبة خير الله، زي ما هنوفر فرص عمل للسيدات السوريات والجنسيات التانية، هنقدر نوفر فرص تدريب وعمل للسيدات اللي من عزبة خير الله وفرصة للدمج المجتمعي. فمن هنا بدأت الفكرة تتبلور وقررنا اننا نخوض التجربة دي ونشوف نتيجتها هتبقى عاملة ازاي. وكل سيدة في المطبخ قررت أن لا تقف عند الظروف الحياتية القاسية التي تمر بها، مستغلة بذلك موهبتها الخاصة في الطهي وإعداد الطعام، فيما ساهم مشاركتهن معاناتهن بالتخفيف من وطأة الألم الذي حل بهن. بصراحة لما بحس أنه قاعدة مع السوريين بلدي أو السوداني أو المصري بكون مرتاحة، يعني مثلا واحدة بتقول لي معاناتها بتخفف عني، يعني بمعنى أنه ما بس أنت عم تعيشي الألم، كمان نحن عم نعيش الألم. عمل تلك اللاجئات داخل هذا المطبخ لم يقتصر على إعداد الوجبات، بل كون علاقات صداقة وثيقة بينهن، فأصبحنا يعملن بروح الفريق الواحد. المطبخ هنا بيحسسك بروح الفريق، يعني بحسسك كأنك أنت في مطبخك وبتطبخي لحاجتك أو في بيتك أنت، وروح الفريق واحدة، يعني المصريين والسوريين المعاملة واحدة، بقينا أصدقاء، بقينا أقارب في أقصر فترة ممكنة. بات هذا المشروع بمثابة طوق النجاة الأوحد لتلك اللاجئات للهروب من الفقر والواقع المرير، في حين تكثر المطالبات لتعميم مثل هذا أفكار ومشاريع لتشمل مشاركة أوسع النساء، خاصة وأن مصر وحدها تستضيف ما يقارب من 250 ألفا من اللاجئين غالبيتهم من السوريين.